اضغط على زر اللايك، فهذا أقوى دعم يمكنك تقديمه لنا لنستمر. الصور التالية هي صور ربما لم ترها من قبل. هذه الصور تكشف حقا عن قوة الكاميرا، وتكشف لنا كم تغير العالم. في هذا الفيديو سوف نعرض لك صورا نادرة لا تعرف القصة من ورائها، فلنبدأ. عبور جدار برلين. تظهر هذه الصورة جنديا من ألمانيا الشرقية في عام 1961. يساعد هذا الجندي طفلا صغيرا على عبور جدار برلين في اليوم الذي اكتمل فيه، وعلى الرغم من أنه كان من الممكن أن يواجه الموت كعقاب له على فعلته هذه، ومن المحتمل أن يكون الطفل قد تخلف في فوضى العائلات التي فرت من ألمانيا الشرقية. هذه الصورة تظهر فقط مقدار التعاطف والإنسانية الذي يمكن أن يمتلكه الناس مع كل ما يحدث في العالم اليوم. افتتاحية شركة MGM. تعودنا على تصوير الشارات الافتتاحية المميزة من شركة MGM، ففي عام 1928 لم يكن هناك شيء اسمه فنيات المونتاج والمؤثرات التي نراها اليوم. لذلك عندما كانوا يفعلون شيئا يفعلونه بشكل واقعي جدا، كما يظهر في هذه الصورة. فقد قاموا بتصوير أسد حقيقي لافتتاحية الأفلام الخاصة بهم. كم من الوقت استغرق هذا يا ترى؟ أعتقد أنه سيكون مرعبا قليلا أن تجلس بالقرب من أسد عملاق، ولكن هؤلاء الرجال يبدون هادئين جدا. ديترويت عام 1940. في الوقت الحاضر غالبا ما نفكر في ديترويت كمدينة مليئة بالكلاب الوحشية والمصانع القديمة. تظهر هذه الصورة المدينة في أوائل الأربعينات، وذلك عندما كانت هذه المدينة تنمو على صناعة السيارات المزدهرة، وتبدو هذه المدينة تقريبا مثل مدينة حديثة في أيامنا هذه. أول موكب للمثليين جنسيا. تم التقاط هذه الصورة خلال موكب الفخر الأول في فيلادلفيا في عام 1972. لقد قطع المجتمع شوطا طويلا منذ ذلك الحين، فمسيرات الفخر هذه الأيام تملأ الدنيا للأسف. جاكي ميتشل، لاعبة كرة المضرب التي هزمت الرجال. كان من المفترض أن تكون جاكي ميتشل أول امرأة وحيدة تمسك مضرب البيسبول، وهزمت لو جيرج وويب روث على التوالي في حين كانا من أعظم لاعبي كرة المضرب في ذلك الحين. فكروا في ذلك جيدا، اثنان من أعظم لاعبي كرة المضرب في تاريخ اللعبة تم هزيمتهما من قبل امرأة، بعد أن قال ببروث قوله أن النساء لن يتقن أبدا لعبة البيسبول لأنهن ناعمات للغاية، واللاعب كل يوم من شأنه أن يقتلهم. الكواغا. كان حيوان الكواغا قريب من الحمار الوحشي الذي انقرض منذ أكثر من قرن، وذلك بعد أن قام المستوطنون الأوروبيون في جنوب إفريقيا بمطاردتهم جميعا. هذه هي الصورة الوحيدة المعروفة لكواغا حية في الأسر في حديقة حيوان لندن في عام 1870، وقد حاول العلماء إعادة هذا الحيوان إلى الطبيعة ومنعه من الانقراض. محرك الأقراص الثابت 5 ميجا بايت. تظهر هذه الصورة طائرة تنقل محرك أقراص ثابتة بسعة 5 ميجا بايت، وذلك في عام 1956. من الجنون أن نفكر في المدى الذي وصلنا إليه في التكنولوجيا في ذلك الحين، مع الأخذ في الاعتبار أن 5 ميجا بايت يمكن وضعها الآن في جهاز أصغر من راحة يدك. هذا أكثر ما يثير الدهشة، أن نصل إلى ذروة التكنولوجيا التي وصلنا إليها اليوم. تشارلي تشابلن يلتقي هيلين كيلر في عام 1919. هذه الصورة حقا تستحق ألف كلمة بمفردها، ناهيك عن أنه من الجنون دائما مشاهدة صور شخصين مشهورين جدا جمعهما التاريخ بصورة واحدة. بالنظر إلى تعبير تشابلن يمكن فقط أن تعرف كيف كان يعتز بالسيدة كيلر، وبالنظر إلى تعبير السيدة كيلر يمكن أن تقول أنها قد التقت بالكثير من المشاهير في وقتها، وإنه لم يكن من السهل مقابلتها. الرحلة الأولى. استولت هذه الصورة على أول رحلة طيران مستمرة من قبل البشرية في عام 1903، ويعمل أورفيل رايت على تشغيل الطائرة بينما يجلس شقيقه ويلبر رايت بجانبه. استغرقت الرحلة 12 ثانية وانزلقت من ارتفاع 120 قدما. كان هذا إنجازا ضخما. إنها دائما تلك الخطوات الصغيرة الأولى التي تؤدي إلى تغييرات كبيرة. لويس باين. هذه صورة لشاب يدعى لويس باين، وهو أحد المتآمرين في اغتيال لينكولن،
والذي هاجم وزيرة الخارجية ويليام سوارد بسكين. في هذه الصورة يقيم لويس في الحجز الفيدرالي. فعندما تسمع هذه القصص في فصول التاريخ فأنت دائما تتصور شخصا أكبر من ذلك بكثير، وبمجرد رؤية هذه الصورة من المدهش أن نرى كيف يبدو هذا الشاب المعاصر، فيبدو وكأنه نادل لأحد المقاهي الراقية. تشيسلاو كواكا. تظهر هذه الصورة صورة شابة تدعى تشيسلاو كواكا، وهي سجينة بولندية تبلغ من العمر 14 عاما فقط. في أوشفيتس أرسلت إلى هناك مع والدتها للعيش في مستعمرة زاموسك الألمانية في بولندا. فلو لاحظنا القطع الموجود في شفتها فهو قطع ناتج من إصابة حارس قام بتأديبها للتحدث باللغة البولندية بدلا من الألمانية التي لم تكن تجيد التحدث بها حينها. لكن لا يزال بإمكاننا رؤية القوة في عيون هذه المرأة الشابة.